طيب كنا من يومين بنتكلم برضو وما زلنا في أجواء الثقافة، احتفالية دار الأوبرا بمرور 100 سنة على ميلاد إمام المداحين الشيخ سيد النقشبندي. يمكن اتكلمنا كتير وشفنا يعني أهمية فعاليات من هذا النوع، إنك برضو الأجيال الجديدة الأجيال الشابة تبقى عارفة تراثنا، عارفة تاريخنا، عارفة إنه عندنا يعني نجوم في كل المجالات. عن الإمام الشيخ سيد النقشبندي معانا تقرير عن الاحتفالية، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. إني ببابك قد بسطت يدي، ملي ألوز به إياك يا سندي. مولاي يا مولاي أجيب وجه اللطائف لا وأرجوه رجاء لا يخيب. وكلم في الدجى موسى بلطف كلاما ثم ألهمه الخطاب. دار الأوبرا المصرية احتفلت بمرور 100 عام على ميلاد الصوت القوي الأخاز اللي دايما كان وما زال أحد أهم ملامح شهر رمضان المعظم، الشيخ سيد النقشبندي اللي اتولد في 7 يناير 1920. أمسية مهمة جداً لأنها بتتكلم عن كل تواشيح الشيخ النقشبندي. الشيخ النقشبندي ده في دمنا، يعني إحنا طول عمرنا متربيين على صوته ومدائحه للرسول. فالنهاردة إحنا بنقدم ده، هو معنا شباب مادحين من أجمل الأصوات. النهاردة أنا بدعوة كريمة من الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز والفنان الكاتب الكبير محمد أحمد بهجت، بتشرف بأن أنا أحضر مئوية الإمام الشيخ سيد النقشبندي، إمام المنشدين، صوت السماء اللي ما يتعوضش أبداً مهما يعني الزمن جاد علينا. أهمية حفل اليوم إن احنا بنقدم تراث عظيم جداً لأحد رموز الابتهالات الدينية والمدائح النبوية، الشيخ سيد النقشبندي. طبعاً كلنا في وجداننا حتى الشباب مننا وقت الفطار وقت رمضان إن احنا بنسمع ابتهالات النقشبندي. عدد كبير من المنشدين بيعتبروا النقشبندي هو مثلهم الأعلى، واللي أجمع خبراء الأصوات على إن صوت الشيخ الجليل من أعزب الأصوات اللي قدمت الدعاء الديني من خلال صوته اللي بيتكون من 8 طبقات. الشيخ النقشبندي من المشايخ اللي والمساحات الصوتية اللي ما تكررتش مش هتتكرر تاني، يعني الخيال والعظمة والارتجال وكل حاجة، يعني كفاية بس إن لما الناس البسيطة العوام لما يسمعوه بيفتكروا رمضان ويفتكروا الأجواء الحلوة دي. اليوم النهاردة طبعا هو إحياء ذكرى مهمة جدا، واحد من القلائل اللي مترسخين في 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 ذهن كل حد شغل إذاعة القرآن الكريم. توفى الشيخ النقشبندي في 14 فبراير عام 1976، وكرمه الرئيس الراحل أنور السادات عام 1979 بمنحه وسام الدولة من الدرجة الأولى، وكرمه الرئيس السابق حسني مبارك في عام 1989، وكمان كرمته محافظة الغربية اللي عاش فيها واتدفن فيها واللي أطلقت اسمه على أكبر شوارع طنطا، وده طبعاً بالإضافة لتكريم الناس ليه بترديد ابتهالاته اللي كانت بتنبع من قلبه قبل حنجرته.